اخواني متابعي قناه نجاح، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه طلب لو مودو باس بالنسبه للناس بارتيكولي او الناس اللي انخرطوا يعني في النظام الجديد المساهمه المهنيه الموحده. غادي نشوفوا كيفاش ندومونديو لو مودو باس من لو سيت انترنيت ديال المديريه العامه للضرائب. خليكم معنا. اول ايطاب اللي خاص تكون يعني خصنا نكون يعني طلبنا لو مودو باس من المديريه العامه للضرائب، واحد لو مودو باس انيسيال اللي كيتكون من ارقام وحروف ماجيسكول، وايضا كيعطيونا ليدونتيفيون فيسكال ديالنا، رقم التعريف الضريبي. دونك هاد جوج كود مهمين باش نديرو لا دوموند اونلاين. خاصني نتجهوا يعني المديريه اللي تابعين ليها ونطلبوه من الاداره ديالنا باش يمكننا نديرو لا دوموند ديال ديكلاراسيون ديالنا. دونك كما قلت فهادي لو مودو باس خاص بالناس بارتيكولي. خليكم معنا ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو براتيك كيفاش يعني لي طاب ديال لا دوموند هاد لو مودو باس. تابعوا معنا الفيديو الاخير. دونك كما قلنا اول ايطاب غادي نقومو بها هو انتاجه مباشره ليسباس بارتيكولي الخاص بالناس اللي مخرطين في النظام الجوزافي او بالنظام الجديد اللي يسمى بالمساهمه المهنيه الموحده. دونك هما ديجا بالنسبه للاديزيون مازال محسوبين على بارتيكولي. دونك ان فوا كندير اسباس بارتيكولي كندير يعني اديزيون بارتيكولي اكسيدي سيمبل اديزيون بارتيكولي. دونك هنا كيعطيني كيطلب مني. دونك هنا كنختار نو اديرون يعني مازال ما نخرجش، كندير اديري يعني انخراط في الخدمات ديال سيمبل تيلي سيمبل ديكلاراسيون. دونك هنا كيطلب مني المودو باس، رقم التعريف الضريبي، وايضا داك لو مودو باس اللي قلنا انيسيال اللي كتكون من حروف وارقام ماجيسكول. دونك كنقوم يعني بادخال هاد المعلومات بالنسبه ليدونتيفيون فيسكال، ايضا بالنسبه لذاك الكود اللي حصلنا عليه من المديريه العامه للضرائب التابعين ليها. هنا يعني هذا الرمز التحقق اللي هو معروف. ندخل يعني هاد الرموز والارقام فقط للتاكيد، وانا اقوم بدخول التسجيل. دونك هنا كيعطينا الكونتريبيابل لو نون ديالو ديال الشخص الذاتي، ثم نقوم بسويفون. هنا كيجي لنا جميع المعلومات الخاصه ب الكونتريبيابل ديالنا، يعني الاسم ديالو، لاكارت ناسيونال، وكيطلب منا ادخال رقم الهاتف والايميل اللي غادي نتعاملوا به مع هذا الموقع ديال سيمبل ديكلاراسيون. دونك نقوم بملء جميع المعلومات. يعني بالنسبه للاسم والبطاقه الوطنيه كيكون كيجيب لنا لو سيستيم ديجا راه انسكري في لو سيستيم، كيجيب لنا يعني بطريقه تلقائيه. ممكن نكملوا فقط المعلومات الاخرى مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني الخاص بنا. وهنا يعني في هذا الايطاب كيطلب منا ادخال الاسم باللغه العربيه، الاسم ديالنا يعني بالنسبه للكونتريبيابل او بيرسون فيزيك كندخلو يعني المعلومات بالاسم يعني باللغه العربيه، ونديرو انخراط بالضغط على اديري يعني نقومو بانخراط في الخدمه. من بعد الضغط على هاد الايقونه كيطلب منا يعني جوج اختيارات بالنسبه للاداء، ملتي كانال او بريليفمون. دونك بار ديفو يعني كتكون ملتي كانال هو الاختيار اوتوماتيكي. من بعد يمكن لك يعني تطلب تاخذ لو ريب بونكير ودير لانسكريبسيون في لو سيت باش يعني لي تاكس ديالك تبقى تخلصهم بريليفمون بونكير اوتوماتيك. هنا كندير يعني لافان ديال لي طاب ديالنا، كنقوم يعني بطباعه واحد لامبريمي اللي كيكون فيه الاسم ديالي يعني المعلومات اللي قمت بالادخال ديالها وجيميل، وكيعطيني واحد رمز الدخول لوغين. من بعد كيوصلني المودو باس في لادريس ايميل ديالي كما غنشوفو. من بعد ما تسجلنا غادي نمشيو مباشره للبريد الخاص بنا. فعلا كما تلاحظون يعني كيوصل اوتوماتيكيا داك لو مودو باس من عند المديريه العامه للضرائب، كيوصلنا في داك الجيميل اللي قمنا يعني بالتقديم ديالو خلال هاد الديكلاراسيون الخاصه بنا. دونك هنا خصنا نحرصو على الجيميل الخاص بنا اللي غادي نتعاملو به يكون صحيح، لان فيه كدي يوصلنا المودو باس، وايضا الا غلطنا في المودو باس مره
من بعد نساوها يعني كنديرو يمكننا نسترجعوا بهذه الطريقه هذه. دونك كان هذا هو الفيديو الخاص باليوم بطريقه طلب لو دو باس بالنسبه للبارتيكولي. شكرا لكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.